سعيد جدا أن أقدم عملي ربيع قطب هنا في حضرة المراكش، وسعيد بهذا الاهتمام الذي لقيه هذا العمل، لأنه يستوحي التاريخ ويحاول أن يبعث يعني الأندلس التي هي حاضرة في الجنة، مثلما أنني سعيد بهذا الحضور النوعي والاهتمام. وطبعا هذا ليس بغريب عن مراكش التي تحتضن هذا التراث، فشكرا لمؤسسة عبد الله إبراهيم التي استضافتني لهذا اللقاء المميز. شكرا لكم.